أعلنت وزارة الصحة المغربية انتهاء موجة أوميكرون بعد أسبوعين متتاليين من المستوى الأخضر، لتبدأ مرحلة ما بعد الموجة أو الفترة البينية الثالثة. وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط في تقديمه للحصيلة النصفية الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 15 من فبراير إلى 28 من فبراير 2022، قال إن موجة أوميكرون وكما كان متوقعا هي موجة سريعة وقصيرة استمرت 11 أسبوعا وبلغت ذروتها في الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 من يناير 2022. وأضاف أنه مقارنة بالموجة دلتا فإن موجة أوميكرون هي أقل ضراوة وفتكا بالنصف، حيث بلغت نسبة الحالات الخطيرة والحرجة خلال موجة دلتا 4.3%، بينما في موجة أوميكرون بلغت هذه النسبة 2%، أي أقل من النصف.